تستمر المراكز الصحية بجانبي الكرخ ورصافة في بغداد باستقبال الراغبين بتلقي جرعات اللقاح. معاون مدير الدائرة الفنية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحيم طه قال أن وزارة الصحة قامت باستحداث مراكز صحية متنقلة لتغطية المناطق التي تشهد زخما كبيرا على اللقاحات ولتوفيرها بصورة مستمرة، داعيا المواطنين إلى تلقي اللقاحات لمنع انتشار فيروس كورونا. لزيادة منافذ اللقاح وتوفير اللقاح بصورة مستمرة استحدثنا هذه، مثل ما شفتوا استحدثنا هذه المراكز التلقيحية المتنقلة نسميها احنا لتغطية هذه المناطق بالنسبة للقاحات. واحنا كدورنا كوزارة الصحة ثم خطة توفير اللقاحات ان شاء الله بالايام القادمة راح توفر لقاحات وكل من جميع اصناف اللقاحات، وإن شاء الله نحاول نغطي أكثر مناطق بغداد من خلال الخطة الموضوعة لتوسيع منافذ اللقاح. اليوم إحنا بالمنفذ التلقيحي الميداني، عندنا إحنا مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة منفذين ميدانية في مدينة الصدر. الغرض من هاي المنافذ الميدانية تشجيع الناس وتسهيل عملية التلقيح على مود نضمن أكبر شريحة من المجتمع تلقح. إحنا اليوم الثاني إن شاء الله فتحنا هنا، الحمد لله بالنسبة لليوم الثاني الإقبال جيد، نتمنى مستقبلا إن شاء الله الإقبال يكون أكبر بعد، الناس من تثق أنه اللقاح هو حمايتها إن شاء الله، راح يصير أعتقد أنه في تزايد مستمر يوما عن يوم إن شاء الله. وجه رسالة للأخوة والسكان المنطقة مدينة الصدر قطاع 21 أو قطاع 20 أو المناطق المجاورة، أنه توفرت العربات هذه اللي هي مستشفيات متنقلة، وفرتها وزارة الصحة، صارت منافذ لتقديم اللقاح، اللقاح سينوفارما الصيني. نرجو منه الأخوة أنه يزيد الإقبال أكثر وأكثر، أكو إقبال هسه بالوقت الحالي، لكن نحن نتأمل أنه الأعداد تزيد أكثر وأكثر، وهذه فرصة متاحة للأخوة سكان المنطقة.